الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. لازلنا في الأسبوع المبارك المليء بالذكريات السعيدة الكبيرة، أسبوع الولاية. وأهم هذه الذكريات وأكبر هذه الذكريات السعيدة عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغار. ولكن شكوى، هذا العيد الأكبر، هذا العيد الأفضل، لا زال أكثر الناس، أكثر البشر لا يعرفون عنه شيئا. أعظم الأعياد، أفضل يوم سعيد، بل أسوأ من ذلك، ليس البشر لا يعرفون عن هذا العيد شيئا، أكثر المسلمين لا يعرفون شيئا معتنى به من هذا العيد العظيم. بل أسوأ من ذلك، كثير من المسلمين لم يسمعوا اسم الغدير. قد يكون لعله مئات الملايين من المسلمين لم يسمعوا اسم الغدير. هذه ليست فاجعة؟ أمة
ملايين، قد يكون مئات الملايين، مئات الملايين يدعون اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهم لم يسمعوا يوما هو أعظم يوم في تاريخ حياة النبي صلى الله عليه وآله بعد النبوة بعد البعثة. هذه ليست فاجعة؟ هذا يدل على أن الواجب لم يؤدى، هناك قصور بل تقصير في أداء الواجب. أي واجب؟ الواجب الذي جعله علينا نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله. في خطبة الغدير التي هي أعظم خطبة، أطول خطبة، أهم خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، في مقطع من هذه الخطبة يقول صلى الله عليه وآله: معاشر الناس، إني أدعها إمامة ووراثة. في بعض النسخ إمامة وراثة بدون واو، في عقبي إلى يوم القيامة. وراثة، نعم وراثة، هذا ليس شيئا اكتسابيا حتى يشكل البعض أنها أن الإمامة عندكم وراثة. نعم الإمامة عندنا وراثة، وراثة، نعم وراثة. القضية الاكتسابية ليست وراثة، هذا عالم ليس من الضروري أن ابنه يكون عالما، هذا طبيب ليس من الضروري أن يكون ابنه طبيبا. الإمامة ليست اكتسابية، الإمامة من الله عز وجل، اختيار. الإنسان في الأمور العادية العلمية التخصصية المجالات الأخرى يدخل في ساحة امتحان، الإمام لا يدخل في ساحة امتحان، قبل أن يخلق دخل في ساحة امتحان، الله عز وجل امتحنه. السلام عليك يا ممتحنة التي امتحن الله، امتحنك الله عز وجل قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك به صابرة. هذا شيء خاص، هذا الله عز وجل يعرف كيف يمتحن قبل أن يخلق. إمامة وراثة، نعم وراثة، وراثة وراثة، شيء جعله الله سبحانه وتعالى، خلاص ليس لأحد الحق في ذلك، كما أنه ليس لأحد الحق في تعيين النبي، ليس لأحد الحق في تعيين الرسول، من الله، من الله، نعم شاء الناس أم أبوه. إني أدعها إمامة ووراثة في عقبي إلى يوم القيامة، وقد بلغت ما أمرت بتبليغه حجة على كل حاضر وغائب، كل حاضر وعلى كل أحد ممن شهد أو لم يشهد، ولد أو لم يولد، فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة. ليبلغ، لام الأمر، الأمر ظاهر في الوجوب أم لا؟ اسألوا الفقهاء. الأمر ظاهر في الوجوب، واجب. ليبلغ معناه هذا، واجب التبليغ، الحاضر يبلغ الغائب، الوالد يبلغ الولد، الذين حضروا في ذلك اليوم فقط في يوم الغدير، لا، إلى يوم القيامة. فليبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد إلى يوم القيامة، أمر واجب.
تبليغ الغدير واجب، تبليغ ولاية أمير المؤمنين واجب، إلى يوم القيامة هذا الواجب يبقى. ثم النبي صلى الله عليه وآله مباشرة بعد هذه العبارة يشتكي: وسيجعلونها ملكا واغتصابا. أنا أقول هي إمامة، أنا أقول هي وراثة في عقبي، لا، هم يقولون هذا ملك، يوم في يد هذا يوم في يد واحد ثاني، يغتصبون. وسيجعلونها ملكا واغتصابا، ألا لعن الله الغاصبين والمغتصبين. وعندها النبي صلى الله عليه وآله مرة واحدة خرج من هذه الجادة ليدخل في جادة العبارات التي يعرفها أهلها، في جادة كلام مغلق، هذا الكلام المغلق يعرفه المؤمن، غير المؤمن لا يفهم هذه العبارة. وعندها سنفرغ لكم أيها الثقلان فيرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هذا كلام سر، ليس كلاما مكشوفا. النبي صلى الله عليه وآله أمر بالتبليغ، أمر بتبليغ الغدير، هذا الواجب لم يؤدى، صار قصور، صار تقصير في أداء هذا الواجب. ولذا نرى ملايين من المسلمين حتى كثير منهم في بلاد يتواجد فيه الشيعة، هؤلاء لم يسمعوا اسم الغدير، هذا الواجب ما أدي خلاص. النبي صلى الله عليه وآله بيّن واجبا، الواجب صار قصور في أدائه. هذا الواجب كان في البداية حسب الظاهر، لعله، نحن لا نعين الواجب على رسول الله صلى الله عليه وآله، الله يعين الواجب عليه، حسب ظاهر الآية المباركة كان هذا الواجب واجبا على رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أيها الرسول بلغ، أمر، أمر بالتبليغ من الله عز وجل لرسوله، رسول الله أدى هذا الواجب أفضل أداء. هو يقول صلى الله عليه وآله، يقول: وقد بلغت، نفس العبارة التي قرأتها لكم في مقطع آخر أيضا من نفس الخطبة، يقول صلى الله عليه وآله: ألا وقد أديت، ألا وقد بلغت، ألا وقد أسمعت، ألا وقد أوضحت، ألا وإن الله عز وجل قال وأنا قلت عن الله عز وجل، ألا أنه ليس أمير المؤمنين غير أخي هذا، ولا تحل إمرة المؤمنين بعدي لأحد غيره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا أني قد بلغت. خلص رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ، واجب، واجب على رسول الله، نعم بلغ، على من واجب؟ واجب على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بلغ، بلغ الغدير، تكلم عن الغدير، بيّن للناس الغدير في مواقف عديدة، خصوصا في أيامه حكمه الظاهري، بل حتى قبل أيامه، أيام حكمه الظاهري، في أيام عثمان أيضا، في أيام الأول والثاني لا، الوضع كان يختلف، بيّن أمير المؤمنين ولكن قليلا لظرف خاص يحتاج إلى بيان. قضية الغدير أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما ركز عليها كثيرا في أيام الأول والثاني لقضية خاصة، ولكن أمير المؤمنين هذا واجب على أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بيّن بلغ. في أيام حكمه الظاهري كان يخطب في يوم الغدير، حسب لعله الظاهر من بعض العبارات أنه في كل عيد غدير كان يخطب خطبة خاصة بالغدير. في إحدى السنوات صادف الغدير يوم الجمعة،
فخطب خطبة من أروع الخطب، خطبة جدا رائعة بمستوى أدبي راقي جدا. أنا لا أقول ذلك، علماءنا يقولون، أهل الخبرة في هذا المجال يقولون. في مقطع من هذه الخطبة، خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم الغدير في أيام حكمه الظاهري، قال صلوات الله وسلامه عليه: وليبلغ الحاضر الغائب والشاهد، بعد ما بين عن الغدير شيئا قال: وليبلغ الحاضر الغائب والشاهد البائن، وليعد الغني على الفقير والقوي على الضعيف، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك. أمير المؤمنين بلغ. سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها رغم فترتها القصيرة، ورغم أن فترتها كانت في أيام الأول التي كان من المفترض عدم التركيز على الغدير في تلك الأيام لسبب، مع ذلك سيدة نساء العالمين كي تبلغ كي توصل بلغت وأوصلت. حديث الفاطميات قرأته لكم قبل أسابيع لعله: أنسيتم قول، هذا كلام السيدة صلوات الله عليها، أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله: يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه. بلغت، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بلغوا. المشكلة أين نحن؟ شخص لا يريد أن يهتدي، هذا عليه لا علينا، ولكن شخص لم يصله الغدير، هذا على من؟ جزء منه عليه، جزء منه علينا. جزء منه عليه، هو لم يمش في هذا الطريق، كثير منهم من الجهال المقصرين، ولكن تبقى فئة جاهلة قاصرة. حتى الجاهل المقصر نحن ما وصلنا أيضا. هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله، من أمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام، هذا الأمر لم نأتمر، بعضنا لم يأتمر به. هذا الوضع الذي نراه، شكوى من عند أنفسنا، من تصرفاتنا. الغدير يجب أن يبلغ، واجب، واجب كفائي عيني، أنا أقول واجب عيني، واجب عيني يعني على كل مكلف، كل مكلف رجل امرأة واجب عليه تبليغ الغدير. لعلك تستغرب تقول: الفقهاء يقولون هذا واجب كفائي، أنت تقول واجب عيني. اسأل الفقهاء. الواجب الكفائي إذا لم يكن من فيه الكفاية يصبح واجبا عينيا. اسألوا أي فقيه. الواجب الكفائي إذا قام به البعض مما بهم الكفاية يسقط عن الآخرين، صحيح. أما إذا ما قام به المقدار الكافي الذي يؤدي الغرض يكون واجبا عينيا، يعني على كل مكلف. الولد الآن بلغ يصبح واجبا عليه كالصلاة. تبليغ الغدير، تبليغ إمامة أمير المؤمنين، إمامة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذا هو واجب كفائي، ولكن باعتبار لا يوجد من به الكفاية يصبح واجبا عينيا. اليوم واجب عيني، يعني أي شخص لا يؤدي هذا العمل هو يرتكب عملا محرما، ترك واجب، واجب عيني. من به الكفاية موجود، إذا كان من به الكفاية موجود، لماذا هذا العدد الكبير حتى لم يسمعوا اسم الغدير؟ لماذا؟ يتبين أنه هناك نقص، يعني من به الكفاية غير موجود، يعني واجب عيني.
ترك الواجب العيني ماذا أثره الوضعي الفقهي، ماذا أثره التكويني؟ لا أتحدث، هذا لعله يكون صعبا على بعض الناس. ترك واجب عيني يعني شخص يترك الصلاة، من هو هذا الشخص؟ هذا الشخص عادل أم غير عادل؟ واجب عيني. شخص في بلاد المسلمين لم يسمع أبدا الأمور، تقصير، تقصير في التبليغ، تقصير كبير. أحد المشايخ قبل أيام نقل لي، وطبعا أنا هذه القضية سمعتها، يعني قضية مكررة، ليست هذه القضية، مثل هذه القضية سمعتها مرارا وتكرارا. كان ينقل يقول في مكة المكرمة شخص جاء حاج من بلد مسلم، جاء للحاج يعني متدين إجمالا، سألني أين قبر الحسن والحسين. عجيب، في مكة تبحث عن قبر الحسن والحسين؟ مسلم لا يعلم أين قبر الحسن والحسين. قال ألم يموتا في مكة ودفنا في مكة؟ ويتصور أن الحسن والحسين ماتا في صغر سنهما ودفنا في مكة خلاص. قلت له الإمام الحسن في المدينة المنورة في البقيع، دس له السم، رميت جنازته الشريفة، جثمانه الشريف بالسهام، الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في كربلاء. يقول قلت له الإمام الحسين في كربلاء؟ قال كربلاء في العراق؟ قلت نعم. قال ما الذي أخذه إلى كربلاء؟ هذا يعني ماذا؟ يعني تقصير في التبليغ أم لا؟ مسلم لم يسمع قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هو مقصر، عليه جزء من الإثم والذنب، ولكن هو هذا المقصر يسمع أشياء توافه. من الذي يوصل هذه التوافه؟ آخرون يوصلون التوافه. هذه القضايا الأساسية الهامة لم يسمعها، قضية الإمامة، قضية الولاية، ولاية أمير المؤمنين، أصلا بعيد كل البعد عن هذه القضية، قصور بل تقصير في التبليغ في أداء هذا الواجب. وأمثال هذه القضية لعل بعضكم رأيتم سمعتم من قريب من بعضهم، بديهيات، أمور واضحة لا يعرفونها. يعني لماذا أصلا تبليغ الولاية؟ لماذا؟ لأن الأساس في حديث، طبعا هذا المعنى ورد في أحاديث عديدة، العياشي في التفسير ينقل هذا الحديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام للراوي، الإمام يقول له، قال له أتدري ما السلم؟ ادخلوا، أمر بالدخول في السلم، ادخلوا في السلم كافة، يعني بعض الواجبات واجبات على بعض الناس، واجبات كفائية، واجبات يعذر البعض في تركها. لا، هذا الواجب لا يعذر أحد في تركه. ادخلوا في السلم كافة. قال عليه الصلاة والسلام أتدري ما السلم؟ قلت أنت أعلم، الراوي يقول. فقال عليه الصلاة والسلام ولاية علي والأئمة الأوصياء من بعده.
ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخطوات الشيطان، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال عليه السلام: وخطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان. عبارة الآية المباركة جدا جميلة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هي قضية خطوة، تعال خطوة، جاء اتبع خطوة من خطوات الشيطان، بعد الخطوة الأولى خطوة ثانية، بعد الخطوة الثانية خطوة ثالثة. أساس هذه الخطوات، خطوات الشيطان ما هي؟ أساسها ما هو؟ أساسها والله ولاية فلان وفلان، يحلف الإمام. يعني بلغت أنت المؤمن ولاية أمير المؤمنين لهذا المسكين، يحتمل احتمالان، إما يهتدي أو يكون معاندا، احتمال الهداية موجود. ما بلغت خلاص انتهى، راح في خطوات الشيطان. البعض أدى هذا الواجب، واجب التبليغ عن الغدير، كيف أدى؟ بأمور عادية، بأمور مهمة، شيء من الأداء على الأقل، قال لشخص، بيّن لشخص، وزع ألعاب على أطفال في يوم الغدير. لماذا توزع؟ هذا يوم الغدير، هذا تبليغ عن الغدير، أدى هذا الواجب ولو بمقدار. ألف كتابا عن الغدير، بلغ. طبع كتابا عن الغدير، بلغ. نشر، وزع كتابا عن الغدير، بلغ. أرسل رسالة في الجروبات، بلغ. أسس مركزا إعلاميا، أركز دار، أسس دار نشر، أسس دار طباعة، وضمن الكتب التي تطبع في هذه الدار كتب عن الغدير، عن ولاية أمير المؤمنين. أدى بعض الواجب. اشترك في قناة فضائية، أدى بعض الواجب. ساهم ماليا في نشر الغدير، أدى بعض الواجب. قال، أدى بعض الواجب. ذكر القضية لأولاده، أدى بعض الواجب. هذه أداء لبعض الواجب، لبعض الواجب. يعني ماذا؟ يعني يوم القيامة هذا الشخص يأتي في المحشر، يقال له صليت؟ يقول نعم صليت، أديت هذا الواجب. صمت؟ نعم صمت، أديت الواجب. بلغت عن الغدير؟ يقول نعم بلغت عن الغدير، على الأقل عن جانب، يكون قد أدى هذا الواجب. ولكن بعضنا يأتي يوم القيامة، العياذ بالله، إن شاء الله لا نكون منهم، يقال له صليت؟ أديت الواجب، واجب الصلاة؟ يقول نعم أديت، صليت. إنسان متدين. صمت؟ نعم صمت. ذهبت إلى الحاج؟ نعم ذهبت إلى الحاج. بلغت عن الغدير؟ هذا من الواجبات، واجب الآن عيني، من في الكفاية غير موجود. بلغت عن الغدير؟ يسكت، واجب. عدد الشيعة كم هو؟ قل نصف مليار مثلا، لعله أكثر. لا أقول لو كان تبليغهم من حيث المجموع، أتكلم المجموع بما هو مجموع، يؤدون هذا الواجب التبليغ إلى عشرة أضعافهم، يعني 5 مليارات من البشر كانوا قد سمعوا عن الغدير. هذا العدد موجود؟ 5 مليارات سمعوا عن الغدير؟ لا، نصف البشر لم يسمعوا عن الغدير، أكثر من نصف البشر. نصف البشر كم؟ 3.5 مليارات؟ قطعا 3.5 مليارات من البشر لم يسمعوا عن الغدير، لم يسمعوا اسم الغدير. يعني من حيث المجموع، كل واحد منهم كمجموع أتكلم، كل واحد منهم لم يبلغ الغدير إلى 7 أشخاص كمجموع، كمعدل. واقعا فاجعة، فاجعة.
القضية صعبة؟ أبدا ليست صعبة، أبدا ليست صعبة. لا أقول في بلاد مريحة ليست القضية صعبة، لا، في بلاد مليئة بالنواصب، في وسط الدواعش، في وسط القاعدة، يتمكن الشخص في وسطهم، يتمكن الشخص أن يبلغ عن الغدير ولا يتعرض للقتل أيضا. طرق التبليغ كثيرة، تتمكن أن توصل الصوت من دون أن يعرف الطرف أنك تعتقد بشيء، ممكن. لا أريد الآن أن نبين بعض الطرق، كمثال أقول لكم شخص يعيش في وسط النواصب، لو عرفوا أنه شيعي يقتلونه فرضا، يتمكن أن يتحدث عن الغدير؟ نعم يتمكن. يقول لهم هذه الرواية في مسلم، في صحيح مسلم، وقف رسول الله صلى الله عليه وآله، خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في منطقة تسمى خمان، هذا وين؟ ما القضية؟ كذا. يتمكن أن يثير هذه القضية أم لا؟ الرواية موجودة في مسلم، هو هم يسأل عن الرواية موجودة في مسلم، رواية موجودة في مسند أحمد بن حنبل، كتبهم هذا. جماعة جاءوا إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الرواية موجودة، موجودة في كتبهم، في مصادرهم المهمة بالأسانيد الصحيحة. قالوا له يا مولانا، قال أنا مولاكم؟ أنتم عبيد لي؟ أنتم عرب؟ قضية مشهورة، رواية لعلي ذكرتها سابقا. قالوا نعم، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم غدير خم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. أنت مولانا؟ نعم أنت مولانا. يتمكن أن يثير هذه الرواية بينهم أم لا؟ يتمكن. هذا إذا كانت القضية قضية شخص مع شخص، كيف أن هناك اليوم طرق أنت جالس في مكان وتتمكن أن تساهم في إيصال الصوت إلى أقصى نقطة في الأرض؟ قنوات فضائية موجودة اليوم، كتب تنتشر، العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه مسجى في مستشفى في طهران آنذاك، يتشيع بسبب كتابه أشخاص في أوروبا آنذاك، ذاك الوقت، كتاب الغدير، قضية مشهورة لعلكم سمعتموها، شخص له وزنه تشيع بسبب كتاب الغدير، موسوعة الغدير، وكان في أجواء النواصب أصلا، هذا الشخص في بلد مليء بالنواصب، يتمكن الإنسان اليوم أن يوصل الصوت. هناك تقصير، أعذرني أن أقول هذه الكلمة، لا أقول فقط قصور، تقصير يعني عدم أداء الواجب ممن يتمكن أن يؤدي واجبا، أو الأداء ضعيف، أقل من قدرات الإنسان. هذا الواجب، أنا لعلي أكون متفائلا، لا أعلم أكثر من الحد الطبيعي، أنا أقول إن شاء الله تعالى بعد 10 سنوات بفضل الله عز وجل، ببركات من الدنيا والآخرة بيده، مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان، اللهم صل على محمد وعلى محمد، أرواح العالمين فداه، بعد 10 سنوات يكون اسم الغدير منتشرا في كل أرجاء الأرض، جزء من هذه القضية على عاتقي وعلى عاتقك. الغدير لا ينسى، نسي سنوات طويلة، ولكن إن شاء الله سوف لا ينسى. أبارك لكم هذه الأيام السعيدة، ولا زلنا في هذه الأيام السعيدة في أسبوع الولاية، في الأسبوع القادم يوم الأحد هناك 3 ذكريات سعيدة كبيرة، في اليوم 24 من ذي الحجة نزول آية التطهير، وهي من الأدلة الواضحة جدا في درجة عالية من العصمة لأهل البيت، ونزول آية الولاية عندما تصدق مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالخاتم في حال الركوع،
فنزلت آية الولاية التي هي من الآيات القرآنية الواضحة جدا في قضية الإمامة، ونزول آية المباهلة التي هي حسب تعبير الرواية الشريفة عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أفضل أو أعظم فضيلة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كتاب الله، لأنها جعلت كل ما يكون لرسول الله جعلتها لأمير المؤمنين، لأنها جعلت أمير المؤمنين نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. ثلاث آيات مهمة جدا نزلت في اليوم 24 من ذي الحجة، يعني في الأحد القادم. في اليوم التالي له، في اليوم 25 من شهر ذي الحجة، آخر يوم من أسبوع الولاية، هذا اليوم أيضا نزلت فيه آيات مهمة، ذكرى مهمة جدا، وهي نزول سورة الدهر، سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان؟ 18 آية متتالية في مدح فئة معينة، هذا لعله في تاريخ نزول القرآن في 23 سنة لا نظير لها، تنزل 18 آية قرآنية في مدح فئة معينة في قضية معينة خاصة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، 18 آية هذه نزلت في اليوم 25 من شهر ذي الحجة. أربع ذكريات كبيرة في هذين اليومين، في يوم الأحد ويوم الاثنين. أبارك لكم هذه الأيام السعيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق أمير المؤمنين ببركات هذه الأيام السعيدة المباركة أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. اللهم بحقهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الآخرة، ارزقنا اللهم جوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Oh.